الممثلين اللي هتشوفيهم دلوقتي يا فنانة أحسن 2 مطلوبين في مصر، والاتنين بيتمنوا يمثلوا معاكي فنك الجديد، نقي بقى اللي يعجبك فيهم. والله يا خلوفة الاتنين يقرفوا الكلب، ما تحاول تاني مع الأستاذ شعبان عبد الرحيم. قمت له نفضت السكون وحاولت معاه تاني قافل موبايله. ماشي يا شعبان، ما كانش العشم. طب ما تشوف لنا الأستاذ عبد الباسط حمودة. انت ضامضة في العاني قوي وأنا مش قد الناس دي. يا خلوفة لو طلعت دراعي بس يغني كده هقعد الناس دي في بيوتها. قام بالكبين يا ست الكل، احنا مش حنة دماغك. ورينا كده الأشكال اللي ما يعلم بيها إلا ربنا اللي بتجيبها لنا دي. تؤمنين يا حنون؟ ممكن أسمع ده، هو اسمه إيه؟ ده نور حمدي، وأنا اتفنانه من آخر. هتسمعنا إيه يا نور؟ هسمعكوا حاجة لعبد المطلب. لكن بحي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. لا 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 ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. بالسيدة لسيدنا الحسين. الله عليك يا نور يا جامد. جامد ايه؟ انت بتستعبد يا خلوفة؟ اسمع بقى يا نور، انا مش مصدق نفسي. ممكن يا استاذ تسمعنا حاجه حلوه كده على ذوقك؟ طلباتك كترت قوي يا زبط. ربنا يخليك لينا بقى يا استاذ، ده احنا كلنا بنحبك. عاوز حاجه حلوه يعني اغني لك بسبوسه؟ الله، ده انا بحبها قوي. وماله يا استاذ، كل اللي يجي منك حلو. بسبوسه بسبوسه بت يا دوسه يا دوسه، ما تنسيش البوسه، والله اتدورتي وقلوصتي وملعين محروسه محروسه محروسه. الناس كلها ما تشوف وشك يفتكروا جاموسه، منهم لله اللي جابوك لينا وحسونا دي الحوسه. يا بسبوسه يا بسبوسه. الله عليك يا استاذ، ده كتير عليا قوي والله. انا ممكن اموت نفسي من الفرحه. يا لهوي يا جدعان. طب والعمل في المصيبه دي؟ اعمل حاجه يا شلوفه، اتصرف، ما انت هتعرف قد كده. انا اتصنفت وكلمت نور حمدي زمان على وصول دلوقتي. يا لهوي، ومين قال لك اني امثل مع نور حمدي بتاعك ده؟ يا ست الكل، ما احنا ما قدمناش غيره، ده النظيف مش هتخسرني حاجه. امر لله، هو فين؟ اهو بيه اهو. اتفضل يا استاذ الاساتين. ازيك يا شلوفه؟ اهلا بيك يا عم الكل، احب اعرفك بالنجمه. بشوف البوسترات بتاعتها على الدائري. هو الدائري بس يا عينيا، ده مفيش بيت ايكي يا مصر مفهوش سوق عليا. ايه بس يا نجوم، ما انكم دخلتوا على بعض كده ليه؟ ايه دي شويه يا نجمه، ده الاستاذ بيهزر معاكي. ما بحبش هزار البوابين ده. خلاص حقك عليا انا، بلاش تهزر معايا هزار البوابين ده يا استاذ نور. يلا بقى عشان تمضي العقد، انا اللي همضي الاول. وليه ما يكونش انا ولا انا بنت البطه السوداء؟ ابوس ايدكم، ما تخربوا بيت ونخلص بقى من الفيلم ده، انا محتاج الفلوس عشان اعمل عمليه في لساني. الله يخرب بيوتكم، جبتوا لي الضغط. انا مش مصدقه ان الفيلم خلص. كان فيلم ممل قوي، بس ادينا عوضتها لك اهو، خرجتك وجبت الجمط اللي عمر اهلك ما شافوها. فعلا المكان جميل، بس المايه شكلها غريب قوي. يا شيخه، ده انت لو عندك اي مرض جلد ونزلت هنا هتلف على طول. وليه الحاجات اللي في المايه دي؟ شعر مرجانيه؟ لا شعر ايه؟ دي تحلق على فضلات بني ادمين. ايه ده، انت لسه قابض على قلبك حد كده من الفيلم؟ مستخسر توديني حته عليها القيمه؟ اصبري بس، ده انا محضر لك حته دي مفاجاه لما نرجع مصر. ايه هي؟ قول بسرعه. هتجوزك، ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ مش بس كده، ده انا هسفرك لعبة شهر العسل في اليونان كمان وعلى حسابك. يا حبيبي يا نور، انا بحبك قوي بعد ما كنت مش طايق ابص في وشك، وعشان كده انا محضره لك اغنيه تعجبك قوي. ايه ده، انت كمان بتغني؟ ما كفايه بنت عليك التسجيل اللي دخلت فيه الدعوه لوالديك. ايوه من قلب. اسمع يا نور، اسمع اسمع. سمعينا. بحبك وانا حنان، بحبك وانا حنان، بحبك وانا حنان، بحبك. لا ماليش دعوه، مش حنان.